وللحديث أكثر عن ظاهرة تزايد أعداد الإصابات بمرض السرطان في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. أهلا بك معنا دكتور شمري. يا حياك الله أخي العزيز، تحياتي لك ولجميع المشاهدين الكرام، يا أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. بداية، يعني تزايد نسب الإصابة بالسرطانات في العراق عامة وفي محافظة الموصل خاصة، ما هي الأسباب التي أدت لهذه الزيادة بالنسب برأيك؟ عمليات التلوث التي جاءت بعد زيادة عدد الجثث اللي موجودة في مدينة الموصل بعد حرب داعش، هذه واحدة من الأسباب، لأنه بدأت تظهر الكثير من الغازات من المتفسخة، جثث المتفسخة. عمليات القصف العنيفة أيضا أدت إلى حدوث الكثير من الإصابات بسبب انبعاث الغازات السامة من هاي العمليات. أيضا المخلفات الحربية حسب ما ذكرت حضرتك أنه 13 مليون فقط من 13 مليون طن فقط من الجانب الأيمن من مدينة الموصل، هذه أدت كلها إلى زيادة عدد الإصابات. نلاحظ تم زملاء الأطباء اللي هناك موجودين، هنالك زيادة ملحوظة في سرطانات الرئة وفي سرطانات القولون، وبالنسبة للنساء سرطانات الرحم وسرطانات الثدي. وهذه الزيادة الملحوظة تلاحظ في هذا العام فقط لحد الآن 5000 حالة، بينما كانت تسجل في السنة الواحدة ما بعد حرب 2003 كانت تسجل حدود 2000 إلى 2000 وشوية بكل سنة. هذا العدد جدا ملحوظ. التلوث البيئي بصورة عامة، يعني المخلفات الحربية، المياه الملوثة، عدم وجود بيئة صحية ملائمة للعيش في مدينة الموصل، أدى إلى حدوث هذا العدد الملحوظ في زيادة هذا العدد في زيادة الإصابات. نعم. طيب دكتور عرفان، يعني كيف ترى الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة المرض في عموم العراق وكما ذكرنا في الموصل تحديدا؟ لا توجد هنالك أي جهود ملحوظة بسبب تفشي ظاهرة الفساد الإداري في المؤسسات الصحية العراقية. الزملاء الأطباء وأصحاب المهن الصحية اللي موجودين في محافظات العراق كلها يحاولون قدر الإمكان أن يفوا بمتطلبات المرحلة من حيث العلاجات ومن حيث التوصل إلى أبسط العلاجات اللازمة لهذا المرض، لمرضى السرطان، لكن لا يوجد هنالك دعم حكومي. الفساد الإداري جدا أخي العزيز يعني منتشر، ووزارة الصحة عانت من الكثير من هذا الفساد، وبالتالي أدى إلى حصول تأخر في توفير العلاجات وتأخر في أجهزة الإشعاع المطلوبة لعلاج السرطان، المواد المشعة المطلوبة لعلاج السرطان، هذه كلها غير متوفرة. يعني خاصة أن لربما هذا النوع من الأمراض يتطلب دعما حكوميا ويعني مواد متطورة. يعني في ظل تفاقم هذا المرض، فإن الموصل على سبيل المثال لديها كما تعلم 11 مستشفى، العاملة منها 2 فقط. ما سبب توقف 9 مستشفيات برأيك؟ يعني هل هو ضعف في الإمكانيات فقط، أم هو لربما يتعداه إلى إهمال متعمد لمحافظات بعينها؟ أنا ما أقدر أعتمد إهمال متعمد بسبب واحد، لأنه الإهمال هذا موجود في كل محافظات العراق، يعني سواء في محافظة البصرة أو في مدينة الفلوجة أو في مدينة الموصل، هذا موجود الإهمال في كل مدن العراق. تلاحظ زيادة عدد السرطانات في كل المدن، لكن لاحظنا مثلا البصرة أو الموصل أو الفلوجة، هذا العدد أصبح عدد ملحوظ جدا بسبب هذا الإهمال. الإهمال في أن يكون وزارة الصحة أن تواكب التطور الحديث في التطور الحاصل في العلاجات. أنا أتذكر في زمن الحصار
كانت المستشفيات تشتغل بكامل طاقتها الاستيعابية لعلاج حالات السرطان في زمن الحصار، يعني هذا قبل حرب 2003. لكنه بعد الحرب مع توفر الإمكانات اللي ما يجب أن توفر الإمكانات، لكنها غير متوفرة بسبب هذا الإهمال وبسبب الفساد، أدى إلى تردي الأوضاع الصحية، ومن ضمنها أدى إلى تردي في علاجات السرطان. نعم دكتور عرفان، يعني هذا يدفعنا للسؤال عن ميزانية وزارة الصحة في العراق وطرق إنفاق هذه الميزانية وعدالة توزيعها، كيف ترى ذلك؟ لا تتوفر عدالة في هذه الميزانية إطلاقا إذا كان موجود فساد، ما ممكن. يعني بعض المحافظات حصلت على عدد على مبالغ ضخمة، والبعض الآخر حصلت على مبالغ جدا قليلة، وهذا بسبب انتشار ظاهرة الفساد الإداري، لكنها أيضا كان لها تأثير قوي جدا على كل الحالات الطبية اللي انتشرت في البلد. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري، شكرا جزيلا لك.